بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب، درسنا لهذا اليوم هو حل نص معلوماتي المسجد النبوي تاريخ يتجدد، من كتاب اللغة العربية للصف السادس الفصل الدراسي الأول. نتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس وأن ينال إعجابكم واستحسانكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس ليصلكم كل جديد.